لما ابتدى اكتشفنا الفيروس سي ابتدى نعمل تحليل للناس في مصر، ولقينا حاجة مخيفة جدا ان نسبة انتشار الفيروس سي رهيب في مصر، لدرجة ان في احد اعتزتنا في اوائل التسعينات من القرن الماضي قال ان نص الشعب المصري عنده فيروس سي. فاتعمل كذا مسح، المهم اتعمل اهم مسح اتعمل كان حوالي 10 سنين، طلع ان حوالي 15% من الشعب المصري مصاب بفيروس سي، يعني 1 من كل 7 مصريين عندهم هذا المرض اللعين الذي يسبب تليف كبدي واورام في الكبد، والمريض يحتاج مناديل لدوائر المريء واستسقاء وزرع كبد. في 2014 تم اكتشاف او اعتماد علاج جديد لفيروس سي كلنا عارفينه طبعا، اسمه سوفالدي. فوجئنا بقى في مصر هنا ان سوفالدي سعره في امريكا المريض الواحد 90,000 دولار، مبلغ رهيب. قلنا هنعالج الملايين ازاي بهذا السعر؟ فاللي حصل ان الشركه المنتجه جت مصر تتفاوض معانا، اول ما دوله خارج امريكا جم كان في مصر. وليه جم مصر؟ عشان كان عندنا مشروع من 2006 لعلاج المواطنين، وفتحنا مراكز في جميع انحاء الجمهوريه. فجم واتفقنا معهم فعلا ان احنا ننزل السعر ل 1% من سعره في امريكا عشان عدد المرضى كبير جدا في مصر. وبالتالي علاج فيروس سي اللي كان بيكلف امريكا 90,000 دولار بقى يكلف في مصر حوالي 500 جنيه. وابتدينا نعالج الناس اللي هم عارفين عندهم فيروس سي، حوالي 3 مليون مواطن او 2.5 مليون مواطن كانوا عارفين عندهم مصابين بفيروس سي، اللي عنده تلف كبدي واللي كان عنده فيروس سي ما تعالجش. ودي كانت مبادره السيد رئيس الجمهوريه اللي ابتدت في 2018 اللي هي 100 مليون صحه للبحث عن المرضى.